مرحبا بكم مشاهدينا وحصاد عام 2022 والذي سنستعرض فيه اليوم ملف الجفاف الذي اجتاح أراضي العراق وبات يهدد أمنه الغذائي والتي كانت أحد تداعياته موجات النزوح من الأرياف باتجاه المدن بحثا عن سبل المعيشة. الأمم المتحدة صنفت العراق خامسا في قائمة الدول الأكثر تضررا من التغيرات المناخية في العالم وفي المرتبة 39 بين الدول الأكثر إجهادا للمياه، محذرة في آذار من عام 2022 من أن منسوب نهري دجلة والفرات في العراق انخفض بنسبة 73%. دول المنبع تركيا وإيران كان لهما دور في تفاقم أزمة الجفاف في العراق، حيث أكدت وزارة الموارد المائية خسارة العراق لنحو 70% من كميات المياه الواردة إليه من خارج حدوده، كما حملت الوزارة إيران مسؤولية تعطيش العراق، لافتا إلى أنها تتجاهل دعوات تقاسم الضرر وترفض عقد لقاءات مشتركة بهذا الشأن. رغم حاجة العراق لإنشاء سد على شط العرب للمحافظة على مليارات الأمتار المكعبة من المياه المهدورة في الخليج العربي، إلا أن الفساد يعرقل إنشاءه وفقا لوزارة الموارد المائية، فضلا عن رفض إيران بناءه بذريعة تأثيره على موانئها على شط العرب واستخدامها للشط كمكب لنفاياتها الصناعية. طبعا كل ذلك جاء بحسب مستشار حكومي. بدورها قالت منظمة حماة دجلة المتخصصة في البيئة والمياه إن نحو 500,000 من مزارعي المحافظات الجنوبية والوسطى وعوائلهم تركوا مناطقهم باتجاه مراكز المدن، وذلك بحثا عن مصادر الرزق بعد شح مصادر المياه. أزمة الجفاف لم يقتصر تأثيرها على القطاع الزراعي فحسب، حيث أظهر استبيان للمجلس النرويجي للاجئين أن 6 عائلات من بين كل 10 تواجه صعوبة بالوصول لمياه الشرب، بينما شهدت 25% من الأسر تراجعا كبيرا في محاصيلها الزراعية. منظمة طبيعة العراق قالت إن تضرر موسم الزراعة الشتوية سيساهم بارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق والتي باتت تثقل كاهل المستهلكين، ما سيهدد الأمن الغذائي للبلاد. طبعا ننتقل إلى الأهوار، حيث أكد تقرير مشترك لكل من موقعي The National وريليف ويب تعرض هذه المسطحات المائية لمخاطر جفاف لم يسبق لها مثيل وعلى نحو سريع، وهو ما دفع أكثر من 10,000 عائلة للنزوح بحثا عن مصادر أخرى لتأمين المعيشة بعد أن تركوا مزارعهم ومراعيهم. موضوع حفر الآبار بات الملاذ الأخير لمزارعي العراق وإن كان مراً، حيث يمكن استخدام مياه الآبار في إرواء الحيوانات وسقي البساتين، لكنها لا تصلح لسقي محاصيل الرز والحنطة نظراً لارتفاع نسبة ملوحتها، فيما حذرت وزارة الموارد المائية من نضوب المياه الجوفية بسبب ما وصفته بالاستخدام الجائر لها. مع غياب الحلول وسوء إدارة ملف المياه، فإن التصحر بات يهدد أكثر من نصف مساحة العراق والذي يقضم نحو 100,000 دونم من أراضي العراق سنويا بحسب تقرير لوزارة الزراعة. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا سريعا لأبرز ما يخص ملف جفاف أراضي العراق وتهديده لأمنه الغذائي. شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى لقاء آخر.